كفرق المعارضة نعقد هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء أولا على العمل ديالنا كفرق ديال المعارضة، فرق مجموعات المعارضة من ناحية التشريعية ومن ناحية الرقابية ومن ناحية تقييم السياسة العمومية. أظن بأنه عدد الأسئلة اللي قدمناها كمعارضة، لا الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية والأسئلة لرئيس الحكومة، يعني مقدرة جدا، تفاعل ديالنا مقدر جدا ومشرف جدا. مقترحات القوانين قدمنا المئات، للأسف الشديد تجاوب الحكومة ضعيف جدا، ثم سمعتوا 6 خلال هذه المدة هذه كلها، في حين أنه احنا يعني كمعارضة قدمنا أزيد من 100. فإذا هذا التفاعل ديال الحكومة اللي ما كاينش، مرده هو هو الفقر في النقاش السياسي، هو الفقر في التدافع السياسي، هو الفقر في مواجهة مقترحاتنا بالمصداقية. فيما يتعلق بجوانب الأخرى، احنا طبعا يعني 3 الأمور أنا اللي نحاول نتقسم معكم فيما يتعلق بهذا. أولا فيما يتعلق بالتخليق، للأسف الشديد كاين نقاش كبير حول المتابعين بالبرلمان إلى غير ذلك، شحال العدد ديالهم، شحال. خلينا نقولوا بأنه للأسف الشديد اليوم من غير الى جانب هذه القنبله ديال الاسكوبار اللي كاينه في الاصاله والمعاصره، كاينه العشرات اللي هما متابعين من الفرق ديال الاغلبيه. فاذا هذا منين كتسحب الاسراء غير المشروع، ومنين كتلغي اللجنه ديال التتبع اللي كانت في رئاسه الحكومه، ومنين انت ما كتعطيش المثال كرئيس الحكومه، عندك تضارب المصالح، شنو بغيتي الاخرين يديروا، ومنين كدير هادشي كامل في 8 شتنبر كتجمع الحطب والتراب وكل شيء، يعني اللي عنده الفلوس باش تواجه العداله والتنميه. النتيجه حيدتي العداله والتنميه بوسائل مختلفه وغير شريفه وغير نزيهه، ها النتيجه الان امام واحد العدد اللي هما كيمسوا بسمعه ديال المؤسسات ديالنا، واللي كيمسوا بسمعه ديال البرلمان. ولذلك انا كنقول ان المصداقيه تتطلب امرين، الاول خصنا نبداو من الفوق، رئيس الحكومه، تضارب المصالح، خصو يخرج القوانين، وثم اننا خصنا نمشيو للقوانين الاصليه، نمشيو للقوانين الانتخابيه، نمشيو للقوانين ديال الاحزاب السياسيه، نمشيو للقوانين ديال مجلس النواب، وعاد نجيو للنظام الداخلي اللي كاين تفاعله مع الرساله الملكيه. فاذا ما يمكنناش نحاربوا الفساد فقط بالشعارات ونعطيو واحد الصوره اللي هي احنا كنحاربوه، احنا ما كنحاربوش في الاصل، خصنا نحاربوه من الاصل. الاصل هو هذا. ثاني فيما يتعلق ازمه الماء كتهمنا جميعا، ولكن ما خصهاش تكون فيها المزايدات كما قال جلاله الملك. رئيس الحكومه دخل في المزايدات ملي كتعقد يعني لقاءات جهويه وكتكلم وكتقول بان هناك تاخر واللي كتسبب فيه الحكومات السابقه، في كنت انت 14 عام منتفد الحكومات من 2007 حتى 2014، شكون اللي استنزف المياه بما فيها المياه الجوفيه؟ اليست الفلاحه؟ اليست ماشي انت؟ ثم شكون اللي كان يوقف في وجه وزراء الماء بكل وضوح باش ما يتكلموش على الفلاحه؟ ماشي انت؟ من اخرت تحليه المياه ديال بيوكرا اللي كانت خصها تخرج في 2013؟ ماشي انت كوزير الفلاحه، انت شخصيا. فلذلك ملي نتكلموا مسؤوليه خصنا نتكلموا عليها على هذا الموضوع نتكلموا عليه بمسؤوليه. مرحبا، كانت لجنه موضوعاتيه في البرلمان ما تكلمتوش على هذا الشيء، ما بغيتوش تكلموا على المخطط الاخضر. مرحبا، بغيتوا نقاش حقيقي ديروا لجنه تقصي الحقائق، ومرحبا ديك الساعه نديروا التبعات اللي بغى يرتب عليها تبعات سياسيه. مرحبا. فيما يتعلق بالتعليم، للاسف الشديد كتجي عاوتاني كتلوح، ما عندكش القدره باش تواجه، كتلوح على السابقين. باش علاش كتلوح؟ علاش ما عندكش القدره؟ علاش؟ لان انت كتهضر على الزنزانه التسعود والتناوب اللغوي والامازيغي، انت كتعرف، انت عمرك تكلمتي في الحكومه، ما عمرك تكلمتي على هذه المواضيع في الحكومه من على الاقل من 2012 الى 2021. ولذلك اليوم جيت تكلم على التعليم بهذه الطريقه وتقول بانه احنا ورثنا كاين ارث. انت ضيعتي المغاربه 3 شهور لان ما عرفتيش تحاور. ومني كتكلم على النقابات، ماشي حيت انت كنتحداك ان تكون عندك شي نقابه في الشركه ديالك ولا في الشركه ديال الزوجه ديالك، كلهم عا كيديروا مكاتب كطردهم، ما يمكنلكش، انت ما عندكش مصداقيه باش تتكلم على النقابات. وبالتالي هاد النقابات اللي كيتكلموا على الحكومات السابقه عندهم الحريه باش يتكلموا، لانهم ما شراهم حد وما هضر معاهم حد وما دوز لهم ملفات احد. ولذلك حنا كنقولوا بان ما وقع في التعليم كارثه، وهتبقى وصمه عار. هاد الشواهد ديال 2013 2014 وصمه عار في جبين هذه الحكومه، في جبين رئيس الحكومه للاسف الشديد.
ولذلك التعليم كان خصو تكون عنده مقاربه من غير هادشي، ما نضيعوش هذا الوقت. وهذه الزياده اللي تكلموا عنها وكيقول هي اللي كانت برنامج حكومي، ابدا برنامج حكومي في 2500 درهم من التكوين، هي دفعه واحده و7500 درهم كمعدل اللي غيكون عند الاساس ديال اسمهم معلمين. اليوم اين نحن من هذا؟ ما كيناش. ولذلك حنا نقول بانه لا، هذا الرفع ديال السقف ديال الانتظارات يعني بهذا الشيء اللي داروا رئيس الحكومه غير معقول وغير مقبول، وهو اللي ادى لهاد الاحتجاجات وهذا. ايوا طيب، ايوا حنا عند الصحه هما توما بداو كيخرجوا، هل الجماعات الترابيه هما كيخرجوا؟ فاذا حنا امام ماذا؟ وبعد ما خرجوا المحامين لغير ذلك، حنا امام واحد الحكومه للاسف الشديد ما عندهاش هويه سياسيه.